مسار انتصارات مسار بطولات. سلام الله عليكم. مختصر الثلاثاء 21/11/2023. طبعا الانتصارات والبطولات دي بتغيظ الجنجة 1 والجنجة 2، لكن قصبا عنكم انتصارات وبطولات. تسمع الكلمة دي بتسمعها إلا لو ما تفتح فيديو هنا ولا تزور الصفحة دي، كلمة دي بتسمعها يوميا. طيب الناس تقوم بالواجب أخواننا، لايك وشير، أحمي الصفحة، لايك وشير وأرجع أكمل باقي الفيديو. ليلة طبعا أبرز الأحداث الحدث بتاع انسحاب الجيش من الضعين، مع أن الجنجة روجوا سقوط الضعين، يعني كأنهم أسقطوها عسكريا أو انتهوا من الجيش هناك ده واستلموا الحامية. هل حصل انسحاب؟ ما عندنا تعليق على الانسحاب ولا اعتراض عليه، عندنا تعليق على كيفية الانسحاب وما بعد الانسحاب، ده حقنا. قرار على اتخاذ او مثلا اعتراض على اتخاذ الجيش قرار الانسحاب ما بندخل فيه، لكن كيفية الانسحاب ما بعد الانسحاب نتكلم، ما في شيء بمنعنا. قبل اليوم الجيش انسحب من جنوب السودان دي اكثر من 19 منطقة، الجيش انسحب منها، خلى الجنوب ده فاضي بلا جيش، انسحب. بعدها بثلاث شهور استعاد الجنوب كله، وجونجرن من كان بيظهر في مدينة وفي قرية وبخاطب الناس بقى لاجئ في واكاندا. انت بتنسبوا جيشه مشرد جزء في الحدود وجزء في دول الجوار، انت بتنسحب تكتيك تنسحب، تقديراتك العسكرية بتشوف ان الانسحاب افضل، لكن ما بعد الانسحاب انت بتعمل شنو؟ خلينا في كيفية الانسحاب. رئيس هيئة الاركان اللي هو ده الحسين ده، انا لو علي وضرعي اغلبية الضباط انه يخدوا كنب بعد كده ويجيبوا ادم هارون. ادم هارون حق وأقدر بالمنصب ده منه، عمك ده شغله بقى كعب، والله العظيم شغله كعب. كيف الليلة انت سحبت قوة او عندك علم ان القوة دي داخلة في تفاوض؟ كويس، لانه يا اخوان هو ما بزول يجي يقول لي يا اخي والله مسؤولية البرهان ومسؤولية الكباشي، رئيس هذا الكاد ده ضع عصب الجيش، هسه ممكن عادي يفرمل برهان ويفرمل كباش، عادي ممكن اقسم بالله يقنع منهم، ما هو المدور الجيش كله، الجيش كله مربوط به. كويس، التواصل بيكون معه. الليله انت في قوه، انت داير تنسحب، الجيش دار القوه الفضائيه تنسحب، اوكي ما في مشكله، دار القوه تنسحب ام لا؟ الانسحاب تغطية جوية، أعلم القائد أو أعلم القائد بوقت الانسحاب، أعلمه. لا يمكن قائد 8 ساعات أنت ما ترد عليه ولا تتواصل معه، ينسحب بفهم ماشي ما عارف القدام شنو، وقع في 3 كمين، مش كمين بتاع شارف دلالة ده واحد، وقع في 3 كمين، ناس استشهدوا وعساكر أصيبوا، 3 كمين وقع فيهم، وقوة ما قوة سهرة، قوة كبيرة، قوة كبيرة، زنانات دي ما قاعدة بتعمل في شنو؟ ارتفاع عالي، قاعدة زنانات تأمن الخروج. طالما انك قررت انك تنسحب، ما بعد الانسحاب عملت شنو؟ عملت شنو؟ 16 الجيش انسحب منها،
كويس. بعد ما انسحب منها جنجويد خدته كراسم وقاعدين، الطيران اشتغل الايام دي برد منا، ما تدك الفرقة. ما بعد الانسحاب في شنو عندك؟ زالنجي 21، اها عملت شنو بعد الانسحاب؟ عندك 15، عملت شنو ما بعد الانسحاب؟ طبعا عندك طيران، عندك طيران وعندك شغل. أمس كل الضباط ده شهدوا له، قالوا الشغل ده ماله ما في كل الأماكن، ليه تجمعات الجنجة دي ما بتدق بالطريقة دي؟ شغل أمس، هل أنت شفت منه اتنين فيديو ده؟ اتنين فيديو بس شفت هذه الفلتت، لكن أمس الجيش ده متع الجنجة دي، دخلها في مجدد في الجبل، دخلها في مجدد أمس. أمس مجازر عديدة ارتكب الجيش في الجنجديل. ليش الشغل ده ما يكون في التجمعات القاعدة دي؟ تجمعات القاعدين برامج ما يكون فيها المناطق اللي بخش فيها دي، قيمة المبنى شنو ما تدكوا فيه؟ قيمته شنو المبنى؟ دكوا فيه؟ ده المفروض يبقى. نحن ما عندنا رأي والله، هسه كان تنسحب من المدرعات ينسحب، ينسحب من المهندسين ينسحب، ينسحب من هنا. نحن بنقول لك هاي التكتيك بتاع الجيش، لكن ما بعده اها اغلبية الناس زهجانة وقرفانة ومعاها حق، والتذمر ده حتى العساكر والضباط زهجانين والله. داخل علي واحد برتبة عظيمة متواصل معي يعني من بداية الاحداث، قال لي اردم لي البرهان في الشريف وفيش عساكر فيهم، زهجان من البرهان ومن الشبع من فوق ده. انا قلت لها سعادتك يا احمد اخذ الموضوع من ناحية عاطفية، انت عارف الانسحاب جزء من التكتيك وده كلام انا ما بقوله لك، كويس. قال لي يا اخ والله العظيم ان احنا بس الحاجة شفناها بس في الجبل دي، ليه ما تطبق في باقي المناطق دي؟ وقت اصلا شفت الشغله دي مش حسم حسم؟ قال لي ما تطبق في باقي في التجمعات بتاعت الجنجه، في التجمعات بتاعت الجنجه. والموضوع بتاع انه الجيش امس انسحب ده، الجيش جاله تعليمات انسحاب من الجبل دي، لانه الجبل ده فيه متحركات يا اخواننا، مش الجنجه ديل والله. لو لهم لو الجنجه شفت بتاعي السودان ده كله، لو احيوا الميتين ذاته كويس جابهم عشان يخشوا الجبل ده بالطريقه اللي دخلوها دي ما بخشوا، لكن صدرت تعليمات الانسحاب، صدرت انه الناس تنسحب، حددوا لهم الحتات اللي انسحبوا منها. وكل الكلام ده يعني قادوا الجنجة لمسجد، هسه بجيب واحد بيقول لك كل مرة نفس التكتيك، ايوه كل مرة نفس التكتيك، وده حصل والجنجة ماتوا متضام. وامس في جنجويت عادية شفت في الفيديو لما نطلع الكوز الجواو، بس فضل يقول لا للدنيا قد عملنا، مش قال نحن ندينا الفدا، ده الكوز الجواو. ويجيش بيقول لك الناس كذا وما كذا، كويس. ليه بس اعتراض الضباط؟ مش على انه المنطقة ساحب منها الجيش، ليه بس نفس الشغل ده ما يتم في كل الحتات اللي فيها الجنجة؟ ليه؟ انت المراهقة قبل ما طلعت قلت استخدام القوة المميتة، مدخرة لشنو طيب؟ مدخرة لشنو؟ 250 دي زيد على تاني 1500، وين المشكلة؟ 52 دي امس الجنجة دي اللي حفرتهم حفر، حفرتهم حفر، شفت لو مخندق ذاته بتقومك من خندق، خليك من انك تكون متحرك وتكون ماشي. امس هذول النوردة والله ماتوا في الجبل دي متضام، مش عاملين فيها انتحارين، عاملين فيها راكب الراس، والله ماتوا متضام امس في الجبل ده، والله جثث ما تديك الدرب. ليه الطيران ما يشتغل نفس الشغل ده في باقي
المناطق ضاع اعتراضاتنا هنا. ما عندنا نحن والله رأي في انه ليه الجيش ينسحب، شي بخصه وشي برجع له. طيب نستعرض بعض الشغل او الموقف العمليات للجيش في مدرمان. نفس الشغل مستمر وماشي، الجيش برضو نفذ او وجه ضربات موجعة للجنجة استهدفت ابو كارم، وبعض عمليات المداهمة اللي قاموا بها ابطال العمل الخاص، وكذلك المسير استهدف بعض المواقع، بالاضافة برضو لجنوب الخرطوم برضو الجيش استهدف بعض تجمعات للجنجة، وكذلك شرق النيل وحول القيادة. أضف لذلك برضو جبل، برضو بعض الأهداف تم دكة، والجيش في الجبل شغله والله يسر، شغله يسر، بس نحن دايرين باقي المواقع التانية يكون فيها بل بنفس الطريقة. والناس تخد في حساباتها حاجة واحدة يا اخوانا، خد في حساباتك حاجة واحدة، انه الان الشيء اللي بيحصل ده كله، والان القحاطة فاتحين خشوم والجنجيوت فاتحين خشوم، دايرين انا نيجي كويس نقول لك اي والله العظيم، لا لا لا، ده تكتيك بتاع الجيش، ينسحبوا من الضعف، خلينا ينسحب من الضعين، ما عندنا مشكلة، لكن ما بعد الانسحاب كوننا نحن نسحب دعمنا من الجيش ده والله في أحلامك يا والله. لو يفضل سلاح الموسيقى نحن مع الجيش، وعليه القسم الميليشيا دي ما تنتصر على الجيش لما الغيابة تقوم، وكل يوم الكلام ده كويس الواقع بثبته، ما تسمع الإشاعات وسقط وضاك ونيالة وجنجب، كله كلام شايل الهوا ساكت. ناس اخواننا ما تنسى لايك ثم مشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.